عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج هذا الصباح. تتابعونا اليوم في هذا 21 سبتمبر، اليوم العالمي للسلام. نقف عند أهمية إحياء مختلف دول العالم لهذه المناسبة عند تكريس مبادئ الأمم المتحدة في ضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها. نفتح ملف آخر المستعمرات في إفريقيا، ملف الصحراء الغربية وكفاح الشعب الصحراوي المتواصل لنيل الاستقلال. نتحدث عن دور الجزائر في دعم القضايا التحررية العادلة وتوحيد الجهود والتضامن والتكافل مع هذه الشعوب. والسلام والأمن لا يمكن أن يكون إلا بحماية كل شرائح المجتمع، خاصة شريحة الأطفال. عدة ظواهر تهدد الطفولة، من بينها ظاهرة اختطاف واختفاء الأطفال القُصّر. مع ضيف الصباح نحلل الظاهرة، نستعرض البدائل والحلول وأيضا الإجراءات التي اتخذتها الجزائر للحماية والردع كل من تسول له نفسه للمساس بالبراءة. وفي خضم أزمة كوفيد-19، الدور الجمعوي في دعم جهود الأطقم الطبية والمساعدة في توفير التغطية الصحية لمناطق الظل. الأنموذج اليوم من ولاية البويرة وتكاثف جهود الجميع، أطباء وجمعيات للتوعية وأيضا لتوفير التكفل الصحي الضروري في هذا الصباح. وكما دأبنا على عديد المرات وبهدف التشجيع والتحفيز، نستعرض عينة عن براعم الجزائر الذين يبدعون ويتألقون ويبتكرون أيضا ويحرزون المراتب الأولى في المسابقات الدولية للابتكار، مشروع المزرعة الذكية. تفاصيل في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج. ستكون لنا عدة وقفات إخبارية أخرى، محطاتنا القارة، أخبار الصحف، الرياضة، آخر المستجدات الوطنية والدولية، وأيضا ريبورتاجات وتقارير متنوعة. ابقوا معنا لمتابعة كل هذا والمزيد عبر الإخبارية للتلفزيون الجزائري. في اليوم العالمي للسلام نتحدث عن دور الجزائر في دعم القضايا التحررية العادلة عبر العالم والمجهودات المبذولة لحق الشعوب في تقرير مصيرها. ضيف الصباح بعد هذا الفاصل. إذن 21 سبتمبر، اليوم العالمي للسلام. السلام هذا الهدف المنشود التي تسعى مختلف السياسات لبلوغه. نتحدث اليوم عن إحياء هذه المناسبة. نفتح ملف الصحراء الغربية، آخر مستعمرات إفريقيا وكفاح الشعب الصحراوي المتواصل لنيل استقلاله. يحضر معي الدبلوماسي الصحراوي حدي الكنتاوي عن تمثيلية الصحراء الغربية في السويد. أهلا بك سيد كنتاوي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وشكرا على الدعوة الكريمة في يوم السلام. إذن هو يوم السلام سيد الكنتاوي، أنتم عن جبهة البوليزاريو، نضال متواصل لتحقيق السلام، لنيل الحرية، وأيضا في سبيل حق تقرير المصير أيضا. ماذا يمثل هذا اليوم، اليوم العالمي للسلام لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة الكريمة وعلى الاستضافة. فعلا 21 سبتمبر 1981، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم ليكون يوما للسلام، ليس فقط على مستوى الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية، ولكن كثقافة للسلام للفرد وللمجتمع ولهيئاته المختلفة. الأكيد أن الشعب الصحراوي ليس استثناء، لأنه يعرف ما معنى السلام ويعرف ما معنى الحرب، لأنه الشعب الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال. وفعلا الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا ما زالت
تطالب بتطبيق الجيل الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في تقرير المصير، ونحن في يعني العقد الثاني من الألفية الثانية. فبالتالي هذا ما يحز في نفس الصحراويون كمجتمع وكنخب وكهيئات. السلام طبيعة المجتمع الصحراوي البدوي هو شعب مسالم محب للسلام محب للتعايش، ليس من المجتمعات المنقلقة، بل بالعكس هو مجتمع أبان عن قدر كبير من التعايش. ولو ذهبت إلى يعني إلى الوراء قليلا للاحظت مستوى تعايشه مع الآخر مهما كان، ولكن بنفس الحب ونفس قوة حب السلام هو كذلك يرفض الخنوع والاستسلام لأي كان مهما كان حق يعني أو مهما كان بحثه عن الدوس على حقوق هذا الشعب. فقوته تكمن من إيمانه بالسلام في الرد على كل من يريد أن يقتل السلام في يوم السلام. الحق في تقرير المصير هو من أهم المبادئ التي تكرسها الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية في مختلف دول العالم. الجزائر أيضا تبذل جهود معتبرة من أجل تمكين الشعب الصحراوي، تساند كل القضايا التحررية العادلة في العالم. ماذا نقول عن دور الجزائر في هذا الخصوص؟ الجزائر بطبيعة الحال بلد عانى الاستعمار ويعرف معنى الاستعمار، وبالتالي بلد يقدر الحرية، والحرية هي يعني تعطيك معنى للسلام وتجعلك تتمتع بمعنى السلام. السلام بمعناه الأمن، الطمأنينة، الاستقرار، الحرية، الشعور بالمواطنة، الشعور بأنك جزء تشغل حيزا في هذا الكون. السلام يعني أنك موجود في الطبيعة وتفعل الفعل الإيجابي في الطبيعة. وبالتالي انطلاقا من هذا الفهم الفلسفي للسلام صح التعبير، الجزائر بذلت كل جهد لإحياء السلام ولتكريس ثقافة السلام. ومن كان له الشرف للتعرف والاحتكاك بالشعب الجزائري بطيبته وأخلاقه وقيمه النبيلة فهي ميزتها التسامح والسلام، ميزتها نصرة المظلوم ومساعدة الضعيف. فكلها قيم بمفهومها الاجتماعي البسيط هي تحت مظلة السلام كمفهوم سياسي فلسفي. وبالتالي من هنا أتى الدعم الجزائري اللامشروط واللامحدود للشعوب المضطهدة، أتى الدعم الجزائري لتمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير، لأن الجزائر عانت من استعمار مدمر 100 يعني أكثر من قرن و32 سنة من الاستعمار، وبالتالي تعرف معنى تقرير المصير وتعرف معنى السلام. دعمت تيمور الشرقية ودعمت جنوب إفريقيا الأنسي ودعمت كل المطالبين بالحرية والاستقلال، وكذلك دعمت الجيران كلهم في حقهم بالتمتع بحقوقهم سواء اليوم أو بالأمس. الاستثناء ليست الصحراء الغربية وليس الشعب الصحراوي. الجزائر وقفت مع الشعب الصحراوي منذ الاستعمار الإسباني من أجل تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال. الجزائر لما دخلت القوات القازية إلى الصحراء الغربية، الجزائر دعمت الشعب الصحراوي واحتضنت الشعب الصحراوي في مخيمات للاجئين وقدمت كل المساعدات الضرورية لهذا الشعب من أجل مبدأ واحد ووحيد، وهو تمكين حقه من تقرير المصير. اليوم الشعب الصحراوي مقسم بين اللجوء والشتات والمناطق المحتلة. الجزائر بنت الجزائر الحديثة وشقت عباب البحر في التنمية والاستقرار، تغير العالم، سقطت أقطاب وظهرت دول أخرى، بقيت الجزائر الثابت الوحيد أنها مع مبادئ أول نوفمبر ومع مبادئها التي آمنت بها الدولة الجزائرية انطلاقا من إيمان الشعب الجزائري كما ذكرت المسالم المحب للسلام والوئام والاستقرار. إذن ليس استثناء أن تدعم الجزائر الأمن والاستقرار في المنطقة، وليس استثناء أن تكون المنطقة هناك فيها شعب اسمه الشعب الصحراوي وقضية اسمها آخر مستعمرة في إفريقيا. وقفت الجزائر وليست متحرجة من وقوفها مع الحق حتى ولو بقيت وحيدة في الحق. فالحق يعلو ولا يعلى عليه، فالحق دائما هو المنتصر. ولا يعني أن لديك
يعني الحق في استعمال القوى، أن يمنح كذلك الحق أن تدوس على قوة بقوة الحق التي دائما هي المنتصرة. نعم، وهذا هو الكفاح المتواصل من أجل الوقوف مع القضايا التحررية العادلة. طيب سيد الكنتاوي، قبل أن نواصل نتابع هذا التقرير في الموضوع الذي أعدته الزميلة إيمان بوثلجة. تحتفل البشرية قاطبة على كوكب الأرض باليوم العالمي للسلام في 21 من سبتمبر من كل سنة، وهذا بعدما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وقف هذا اليوم مكرسا لتعزيز مثل ومبادئ السلام من خلال هدنة 24 ساعة لتجنب العنف ووقف إطلاق النار، حيث تقرر أن يكون شعار عام 2020 لليوم العالمي للسلام هو تشكيل السلام معا، لتحتفل شعوب العالم كله بهذا اليوم من خلال نشر التعاطف والرحمة والأمل في ربوع العالم والحد من الصراعات والحروب التي تخلف الضحايا من الأبرياء ومنهم الأطفال واليتامى والأرامل. إن الدوافع التي تبعث على إحلال السلام في العالم هي بالدرجة الأولى تنحو منحا إنساني بنبذ العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية والتعاون على التوصل إلى كسر شوكة بارونات الأسلحة وتجارها والابتعاد عن السياسات المغذية للكراهية والتمييز وفض النزاعات في عدة نقاط من العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، كما تناضل الأمم المتحدة لإحلال السلام بين شعوب المعمورة، وهذا بالعمل على تحرير الأفراد والجماعات من الفقر والجوع والاضطهاد وتمكين الناس من الاستمتاع بالنماء والرخاء، وهذا من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة متخذة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دليلا في ذلك. إن إقامة مجتمعات حاضنة للجميع هو هدف ترمي إليه كل الجهود التي تطمح إلى تنمية الشعوب عبر العالم، كما أن التشجيع من أجل المساواة بين الجنسين والعمل على تحقيق مثل السلام يستدعي تضافر جهود الجميع على كل المستويات للرقي بالعنصر البشري. تشكيل السلام معنا هو إذن شعار اليوم العالمي للسلام لعام 2020. سيد الكنتاوي، تشكيل السلام معنا يأتي بدعم هذه القضايا التحررية العادلة، وأيضا بالسعي إلى حل هذه النزاعات طبعا بالطرق السلمية، وهو ما عكفت عليه أيضا الجزائر في عديد القضايا. أكيد أنه يعني السلام يعني الاستقرار، السلام يعني التنمية ويعني الازدهار ويعني انطلاق الشعوب والدول في بناء ذاتها وتطوير قدراتها التكنولوجية والمعرفية وتوفير الخدمات التي تتطلبها المرحلة اليوم وتتطلبها حقوق المواطنة في الجيل الثالث والرابع وحتى الخامس من حقوق الإنسان. فبالتالي الأمن والاستقرار مرتبط بالسلام، الحروب والدمار هو مرتبط بالتخلف وبالدمار ومرتبط بالألام التي بالتأكيد أن القارة السمراء أخذت حصتها في القرن الماضي من كل هذا. اليوم الشعوب تتطلع إلى المستقبل تزدهر فيه التنمية، منطقتنا المغاربية بحاجة إلى هذا الاستقرار، بحاجة إلى هذا التعايش، ولكن للأسف في الوقت الذي الجزائر تبذل مجهودا مضاعفا في الاستقرار والتنمية ودعم ثقافة السلام والحوار بين مختلف الفرقاء مثلا في ليبيا أو في مالي أو في المنطقة التي نحن بها الملتهبة، للأسف الشديد هناك أطراف أخرى تؤجج هذا الصراع وكأنها لا تريد إلا أن تعيش تحت بؤر التوتر والخلافات والشقاق بين هؤلاء وأولئك. فبالتالي ثقافة دعم السلام ليست ثقافة جديدة على الجزائر، الدور البارز والمحوري في دعم المصالحة في مالي واتفاق الجزائر الذي اتفق جميع الأطراف المختلفة في مالي على أن يكون هو المرجع لخير دليل، وكذلك بعد الجزائر عن مختلف الأطراف المتناحرة في ليبيا بنفس المسافة يؤهلها لأن تلعب الدور الذي لعبته والذي كانت بصمتها واضحة فيه. واتفاق السلام في مالي يبقى اتفاق استراتيجي يعني بلغته بسبب حنكة الدبلوماسية الجزائرية. أكيد أنه نظرة الجزائر المتبصرة ودبلوماسيتها الهادئة
والفعالة بعيدا عن الضوضاء وعن الأضواء والإعلام والبهرجة، يوضح شيئا واحدا أن الجزائر يهمها النتائج ولا تهمها الشكليات وما يدور في غرف الإعلام، بقدر ما يهمها أن ترى التأثير وضمان الاستقرار، التأثير من خلال استقرار المنطقة، منطقة الساحل برمتها. الهدف هو إشعاع الاستقرار، لأنه كما ذكرت أنه الاستقرار مرتبط بالسلام ومرتبط بالأمن في المنطقة. التنمية يعني عامل مهم في هذا، إن لم يكن هناك استقرار فلن تكون هناك تنمية، إن لم يكن هناك استقرار وتنمية لن تكون هناك حياة أصلا على هذه الجغرافيا المترامية الأطراف، والتي من مصلحة الجزائر ومن مصلحة المنطقة كلها أن تنعم بالاستقرار والتنمية. فكما ذكرنا أنه مثلا ليس معقول أننا نتكلم عن التنمية ونتكلم عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يعاني الشعب الصحراوي من سجن كبير في المناطق المحتلة، لا يمكن للشعب الصحراوي أن يمارس أبسط حقوقه في التعبير عن ما يلج بخاطره، في الوقت الذي ما زال هناك جدار عازل يقسم الصحراء الغربية إلى بين المناطق المحتلة التي يسيطر عليها الاحتلال المغربي والمناطق المحررة تحت إدارة الدولة الصحراوية الجمهورية العربية الصحراوية. لا يمكن أن نتكلم عن الاستقرار وعن التنمية في الوقت الذي ما زالت الأيادي البطش تنهش في النساء والأطفال الصحراويون المغاربة دون رحمة ودون شفقة. لا يمكن حتى أنه من مبادئ ربما إحياء هذا اليوم سيد كنتاوي هو نشر التعليم والتوعية، أيضا نشر التعليم والتوعية في أوساط هذه الشعوب المضطهدة. أكيد أنه يكفي مدرسة الحياة أنك مضطهد تتعلم معنى السلام، يكفيك أنك مقهور لتعرف معنى الحرية، يكفي أنك تحت وطأة الاحتلال لتعرف معنى الاستقلال وتعرف معنى الوطن والمواطنة، يكفي أنك يعني في أمس حاجة إلى أساسيات الحياة وأنت ترى خيرات بلادك ينهبها محتل غازي محتل بشع فقط فكر فيما هو تحت الأرض ونسي أن هناك شعب يدب على هذه الأرض وله كامل الحق في هذه الأرض، وأنت استخسرت فيه أن تسأله عن مصيره ماذا يريد. إذا كنت أنت مقتنع ولك كل الحق بأن الأرض أرضك ولك الحق في التصرف فيها، إذن لماذا تخشى خمس دقائق تأخذ قرار بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الإفريقي في تمكين هذا الشعب المغلوب على أمره من تقرير مصيره؟ فقط هو الاستفتاء وليقرر الصحراويون ماذا يريدون. إذا كانت لك الصحراء الغربية فتمتع بها مرفوع الرأس، وإذا كانت ليس لك عليك أن تحترم حق جارك قبل أن تحترم يعني شعبك ومواطنتك. إذا لم تحترم هذه المبادئ فإذا ما كيف يمكنك أن تتعايش وأن تشع ثقافة السلم والأمن داخل الشعب الذي أنت يعني تديره؟ فهذا الواقع للأسف هو واقع مؤسف، ولكن بقدر أسفه ومرارته أثبت الصحراويون لأكثر من 50 سنة أنهم صامدون على حقهم متمسكون بحقهم، ولكن كذلك كلما زاد الزمن كلما زاد إصرارهم وكلما زاد إعجابهم وفخرهم بأن الحق معهم وبأن هناك دولة اسمها الجزائر تقف إلى جانبهم. وهذا في الحقيقة في مختلف الظروف التي مرت بها الجزائر بقيت ثابتة، وفي مختلف الظروف التي مر بها الصحراويون ومواقف الجزائر ثابتة إزاء هذه القضايا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أمس خلال لقائه مع بعض ممثلي الصحافة في لقاءاته المنتظمة مع الصحافة الوطنية، أكد موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لهذه القضية العادلة أيضا. أكيد أنه اللقاء الصحفي ليلة البارحة مع رئيس الجمهورية مع الجزائرية السيد عبد المجيد تبون مع الصحافة المحلية الجزائرية عرج على موقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية، وأنه ليست للجزائر مشاكل أو أطماع بقدر ما المشكل للمغاربة أنفسهم، وقضية الصحراء الغربية تعني الأمم المتحدة واللوائح والقرارات واضحة في هذا الشأن، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تعتبر من ثوابت يعني السياسة الخارجية الجزائرية. إذن الجزائر في كل مرة وفي كل فرصة تعبر عن حقيقتها ولم تقل كلاما يعني
غير الذي قالته منذ الوهلة الأولى إلى اليوم، فالذي يثبت على موقفه طيلة 50 سنة بالتأكيد إن لم يكن الحق فهو 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 يعني موقف صلب وشجاع، ويعني في مستوى يعني في مستوى التطلعات هذه شعوب المنطقة. حتى أنه رئيس الجمهورية تحدث أنه الهرولة للتطبيع، أن الجزائر لن تشارك فيها أبدا وتبقى ثابتة على مواقفها. يعني الجزائر سياستها واضحة في دعم القضايا العادلة، لا يمكننا أن نغطي الشمس بالقربال، ولا يمكننا أن نتحدث اليوم عن في زمن لقط المصالح ولقط يعني البزنس والصفقات المشبوهة أن نبيع قيمنا ومبادئنا مقابل فتات. اليوم مثلا في جائحة الكوفيد الجميع توقف، العالم كله توقف بسبب يعني عدو بسيط لا يرى بالمجهر المكبر عشرات الآلاف المرات، وما بالك بأن تبيع قضية مقدسة لنا نحن المسلمون والعرب مثل القضية الفلسطينية. فحاش الجزائر أكبر من أن تساوم، والجزائر يعني قارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بتاريخها، برصيدها، بثقافتها، بتنوعها الفسيفسائي. فالجزائر أكبر من أن تساوم في آخر الزمن، يعني ليست كبعض الذي يبحث عن 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 منشأ دولته الحديث. الجزائر ضاربة في التاريخ ولها ما يجعل منها أن تكون رائدة في كل شيء، وبالأخص في المواقف النبلي في يوم السلام، تؤكد على أن السلام دائما هو الحل، وثقافة السلام هي التي دائما دفعت الجزائر فاتورتها، لأنها تدعم السلام وتدعم الحق، وإيمانها بأن مبادئ أول نوفمبر هي مبادئ صالحة لكل الشعوب وليست فقط للشعب الجزائري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا خلال هذا اليوم إلى وضع السلاح على الأقل ل 24 ساعة لتوحيد الجهود، كما دعا أيضا إلى الالتفات لمحاربة هذا العدو المجهري فيروس كورونا، بأن نسمح للجميع بأن يتحصنوا من هذا الفيروس، ننشر التوعية، وأيضا في حال توفر اللقاح يكون أيضا في متناول الجميع. هذه هي المعركة الحقيقية اليوم. بالتأكيد غوتيريش يعني قام بهذه الدعوة في 21 سبتمبر يعني لمدة 24 ساعة، ولكن الجزائر بثقلها ووزنها المهم والمحوري في إفريقيا قادت مبادرة مهمة وهي إسكات البنادق 2020. فمنذ 2017 بدأت في هذا المشروع الطموح، والذي انطلقت من معطيات مهمة، أنه حسب إحصائيات الأمم المتحدة منذ 1991 يعني أضاعت أفريقيا 100 مليار دولار في استيراد السلاح، وأكثر من 10 ملايين لاجئ بسبب الحروب وبسبب الدمار وبسبب غياب الديمقراطية. انطلاقا من هذه المعطيات ذهبت الجزائر في هذه المقاربة المهمة والثمينة من خلال دورها المحوري مع مصادر السلاح مثلا كالصين وروسيا والغرب من أجل توقيف توريد السلاح، ولكن كذلك بالتنسيق مع الحكومات والدول الإفريقية وإقناعها بالسلام وبضرورة حل المشاكل بالطرق السلمية. نعم. والتركيز على التنمية. نعم. والاستثمار في التنمية. فالمبادرة الجزائرية بطبيعة الحال كانت مبادرة طموحة، وهي التي زكاها مجلس الأمن العام الماضي، وزكتها القمة الإفريقية الأخيرة، وجعلتها من بين أهدافها ليتفاجأ العالم كما تفاجأت إفريقيا بهذه الجائحة التي تضرب اليوم، والتي جعلت من العالم يتساءل بأن مصير القارة أو مصير الكرة الأرضية واحد، وأن البشر من مصلحتهم التعايش بسلام وبعيدا عن الأنانية وبعيدا عن ثقافة العولمة والربح السريع والقوي يأكل الضعيف يعني قانون الغاب الذي تجاوزته البشرية بثقافتها وبالتكنولوجيا وبالمستوى العلمي الذي وصلت إليه اليوم. إذن العالم كله مطالب بأن يكون في مستوى التحدي ورهان شعوب العالم. طيب السيد كنتاوي، لو توجه رسالة الآن إلى المجتمع الدولي، إلى الأمم المتحدة، وأنتم تمثلون جبهة البوليزاريو والكفاح كما أشرنا منذ البداية، ما يزال متواصل في سبيل تقرير المصير، ما هي الرسالة اليوم التي يمكن أن نوجهها في هذا اليوم العالمي للسلام؟
الرسالة أن الشعب الصحراوي ليس استثناء من بين الشعوب. البوليساريو كحركة تحرير انطلقت من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنهاء معاناة الشعب الصحراوي بتمكينه من الحرية والاستقلال. الجزائر وقعت اتفاق السلام مع المحتل المغربي 1991 ودخلت في مخطط التسوية الأممي الذي كان يعني محدود بإطار زمن 6 أشهر لتمكين الصحراويين من الاستفتاء والتعبير عن رأيهم بكل حرية وديمقراطية. لكن للأسف بعد 30 سنة الصحراويون اليوم ما زالوا في مخيمات اللاجئين في مخيمات الصمود والتحدي في الحقيقة. ولكن كذلك على العالم أن ينتبه لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. على العالم أن يستمع لصوت الحق، وعلى العالم أن يدعم الشعوب المضطهدة والشعوب المقهورة، وأن يحذو حذو الجزائر في الذود عن هذه القيم وهذه المبادئ التي تسمو على كل الصفقات وعلى كل المعايير والحسابات الاقتصادية الضيقة. مصلحة المنطقة أن تتعايش وأن تعيش في سلم وأمان، ولا يمكنها أن تستقر بدون الدولة الصحراوية المستقلة التي هي حل ومفتاح الاستقرار والتنمية في منطقة شمال إفريقيا. الصحراويون 50 سنة من الصمود والتحدي والعطاء أثبتوا أنهم نعم شعب قليل، ولكن ليس لقمة سائقة لمن اعتقد أنه في جولة في الصحراء لمدة أسبوع ليغبر شعب اسمه الشعب الصحراوي. بل بالعكس، صمد الشعب الصحراوي، تطور ونمى وكون أجيال وجيوش من المثقفين والنخب الواعية الناضجة المتمسكة بحقها مهما تغير الزمن. وواهم الاحتلال المغربي ومن خلفه ممن يدعمونه أن القضية قضية وقت وأن القضية قضية جيل، بل بالعكس، الجيل الذي آتي سيكون أكثر شراسة وأكثر ضراوة من الجيل الذي قبله، لأنه متسلح بالعلم والمعرفة وإيمانه العادل بقضيته، ويعرف من هو عدوه ومن هو صديقه، ومؤمن أن في النهاية لا بد لشمس الحرية أن تشرق. نعم، طال إذن الزمن هي قضية الغرب وطن، وهو ممتن للجزائر. شكرا للجزائر، للشعب الجزائري، الدولة الجزائرية. الكفاح ما يزال مستمر إذن على جبهتين، جبهة النضال السياسي كما أشرت، وأيضا على الجبهة الأخرى جبهة التنمية المستدامة، محاولة تحقيق التنمية للشعب الصحراوي في خضم هذه الظروف. ما هي العراقيل التي قد تواجه هذا المسار، خاصة بين قوسين نقولها المسار التنموي اللي هو مسار شق أيضا لضمان حق التعليم، حق الصحة، مختلف الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي؟ الدولة الصحراوية والبوليساريو أساسا كانت في استراتيجيتها منذ البداية، بداية يعني سبعينات القرن الماضي، أمام تحدي حقيقي وهو التعليم، وهو انتشال الشعب الصحراوي من الأمية ومن الجهل التي حاول الاستعمار الإسباني طيلة 99 سنة أن يجعل منه شعب متخلف جاهل، وهي يعني سياسة استعمارية تقليدية. لكن البوليساريو قطعت شوط مهم، وهو نقلت آلاف السنين الضوئية الشعب الصحراوي من شعب جاهل أمي إلى شعب مثقف. أغلبية يعني 70% اليوم من 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 المتواجدين مثلا في مخيمات العز والكرامة هم شباب. هذا الشباب إن لم نقل 90% هو خريج جامعات، 90% مثقف وواعي وقادر. وبالتالي الاستثمار في الإنسان هي كانت فلسفة البوليساريو منذ البداية. وإذا كان كما قال الشهيد الولي رحمة الله عليه، وهذا هو التحدي، أنه فعلا نخلق هذا الجيل المثقف، هذا فإننا نزنه بالذهب، لأن مهم أن تستثمر في الإنسان، لأنه هو الضمانة الحقيقية لاستكمال المشروع. التنمية مؤجلة لأنها بالنسبة لحركة التحرير وبالنسبة لشعب يريد الحرية والاستقلال تعتبر طرف. الأول هو إزاحة الاحتلال المغربي من أرضنا ودحره إلى أن يعود إلى أرضه. الصحراويون قادرون على تسيير مواردهم الطبيعية. الصحراء الغربية قنية بخيراتها الطبيعية، ولكن كذلك قنية بشبابها وبمثقفيها. يعني أنت عليك أن تتصوري أن هناك شعب بنى دولة في اللجوء، وما بالك بتوفر الإمكانيات المادية لتعزيز هذا الاستثناء الذي لم تشهده البشرية، أن حركة التحرير بنت دولة في اللجوء بكل مؤسساتها وبكل مقاييس الدولة. فعلا هناك صعوبة في مصادر تمويل المشاريع الطموحة التي رسمتها الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو، لأن الإمكانيات المادية محدودة. ولكن أنا أؤكد لك أن فقط الدولة الصحراوية
لا تنتظر سوى استكمال السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وسترين إشعاعا حضاريا اقتصاديا تنمية حقيقية في شمال أفريقيا تنطلق من الصحراء الغربية. هي الفرصة فقط، ونحن كلنا إيمان أننا كلما زاد الزمن كلما اقتربنا أكثر من هذا المشروع وهذا الحق الذي هو مقدس بالنسبة لكل الصحراويين. الدعم الاقتصادي والاجتماعي للشعب الصحراوي، وأيضا تمكين هذا الشعب من استغلال هذه الموارد الطبيعية التي هي في الحقيقة ملك لهذا الشعب، هو ما أيضا ما تنادي به الأمم المتحدة. ولكن قبل ذلك استفتاء تقرير المصير. أكيد أنه الحل لكل المشاكل في المنطقة يبدأ من الصحراء الغربية، هي المفتاح. والصحراء الغربية، الحل في الصحراء الغربية لا يمكن أن يخرج عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. الاستفتاء هو المخرج السلمي الوحيد. الصحراويون فرض عليهم الحرب لأنها اغتصبت أرضهم ولأنهم هجروا قصبا من أرضهم. لم نختار اللجوء، نحن لم نأتي إلى مخيمات اللاجئين لأننا نهوى أن نكون لاجئون، بل بالعكس فرض على أبائنا، لأننا نحن ولدنا في اللجوء ولكن وتعلمنا قساوة الحياة، ولكن قساوة الحياة علمتنا أننا لا بد أن نعود لأرضنا ولا بد أن ننتزع حقنا مهما كلفنا ذلك من ثمن. إذا لم يستمع العالم بالتأكيد إلى لغة السلام ولغة الدبلوماسية لن يكون هناك خيار أمام الصحراويون سوى الذهاب إلى أن يعيشوا أحرارا معززين فوق أرضهم، أو يدفنوا جميعهم لتكون مقبرة سيزورها الأحرار. أنه كان هناك شعب يريد أن يحقق حقوقه وأن يحقق حلمه في الحرية والاستقلال، ولكن كان هناك كذلك استعمار غاشم جاثم ستدينه البشرية بأنه كان استعمارا متخلفا في الألفية الثانية، في العقد الثاني من الألفية الثانية، وللأسف وهو الاحتلال المغربي الغاشم. إذن الصحراويون، رسالة في الأخير سواء للاحتلال المغربي أيضا وأيضا لكل الأطراف التي تدعم هذه القضايا التحررية العادلة وعلى رأسها الجزائر. رسالتنا للاحتلال المغربي، عليه أن يقتنع أن الصحراويون لا يمكن أن يكونوا مغاربة. إذن أول من يقتنع بعد 50 سنة من كل محاولات إبادة الشعب الصحراوي، الصحراويون صمدوا في مختلف الظروف مهما كانت صعبة. الرسالة الثانية أن الشعب الصحراوي في مختلف تواجداته مصر على انتزاع حقه، ولا يعني الحركة النضالية السلمية في المناطق المحتلة اليومية في مجابهة الاحتلال خير دليل، وكذلك المبادرة الشعبية في غلق معبر القرقرات الغير شرعي والغير قانوني خير دليل، وكذلك ما تعج به الحركة التضامنية الدولية من فعل حقيقي للبوليساريو وقوتها الناعمة يعني الداعمة لهذا الحق خير دليل. الرسالة الثانية للشعب الجزائري، نحن كأجيال سنبقى ممتنين لهذا الشعب، للحكومة الجزائرية، للدولة الجزائرية، لن ننسى هذا الموقف التاريخي. وأكبر أمانة تركها لنا الأباء بعد أمانة التحرير هي كيف نحافظ على حب الجزائر التي أصبحت تنازعنا في حب وطننا، ولكن كذلك كيف سنرد هذا الجميل لهذا الشعب العظيم والجزائر موقفها ثابت الذي علمنا كيف نقف على الحق، ولكن كذلك كان مصدر إلهام لنا في الصمود وفي انتزاع حقنا في الحرية والاستقلال. الشعب الصحراوي صامد ولن يستسلم في يوم السلام. شكرا لك سيد حدي الكنتاوي الدبلوماسي الصحراوي وممثل عن تمثيلية جبهة البوليساريو بالسويد والنرويج. أشكرك جزيلا على كل هذا الكفاح، ما يزال متواصل. والجزائر طبعا مواقفها ثابتة لدعم القضايا التحررية في العالم، وهو ما نجدده في هذا اليوم 21 سبتمبر، اليوم العالمي للسلام. أحلى صباح، أجمل صباح هو هذا الصباح عبر الإخبارياتي الثالثة. قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. حققت هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة. تاكل اللي جات في النهار ما ناكلش خلاص، وفي الليل هاو ندير برنامج غذائي باش نخرج من رمضان صحيح. أخبار الصحف الوطنية والدولية مع زميلنا فتحي يعقوب. صباح الخير فتحي. البداية بيومية الخبر التي سلطت الضوء على اجتماع مجلس الوزراء.
يعتمد على الصفقة أو التدلل. أنت معنا من ولاية بسكرة، صباح الخير كوثر. صباح الخير، تحية عطرة لك ولكل المشاهدين. أيضا عن الرياض من هذا الصباح، وسنبدأه كالعادة أكيد متواصلون دائما معكم من الإخبارية التلفزيون الجزائري أخبار الصحف بعد الفاصل. تنضم إلي الآن مباشرة زميلتي مجدة جنزة لتقديم هذه الفقرة وقراءة في أهم عناوين الصحف الوطنية والدولية. تفضلي مجدة. صباح الخير فايزة. مشاهدينا أسعدتم صباحا، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من قراءة للصحف. إليكم أبرز العناوين. نستهل أخبارنا الوطنية من جريدة الشباب الجزائرية التي عنونت على صفحتها الأولى مقالا بعنوان موعد الدخول المدرسي بيد اللجنة العلمية، حيث أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار لقاءاته الدورية المنتظمة مع الصحافة الوطنية مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق فيها إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وتحدث رئيس الجمهورية أمس عن موعد الدخول المدرسي قائلا بأن الدخول الاجتماعي المقبل في يد اللجنة العلمية وليس الحكومة. رئيس الجمهورية تطرق أيضا إلى العديد من القضايا التي يمكنكم الاطلاع عليها في الصفحة الثانية من جريدة أخبار اليوم. إلى جريدة ليكود الجيغية ناطقة باللغة الفرنسية والتي عنونت نزيه بن رمضان يؤكد ضرورة استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، حيث دعا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان من سعيدة، دعا إلى ضرورة استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لبناء جزائر جديدة والتحقيق الديمقراطية التشاركية الحقيقية. بن رمضان جدد بالمناسبة التأكيد على الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية لترقية دور المجتمع المدني وتعزيز علاقاته بمؤسسات الدولة ضمن أسس الديمقراطية التشاركية خدمة للصالح العام للبلاد. انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، عنوان صدر عن جريدة ميدي ليبغ الناطقة باللغة الفرنسية جاء فيها. انطلقت أمس الأحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لإجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور، كما تم تعيين لجان لمراجعة القوائم الانتخابية على مستوى كامل التراب الوطنية، وتضم كل لجنة 3 مواطنين تتوفر فيهم صفات الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى قاض معين من المجلس القضائي لكل ولاية، لتستمر عملية المراجعة مدة 8 أيام. مشروع تعديل الدستور يؤسس لمجتمع مدني حر وفعال، عنوان بالبند العريض من جريدة الوسيط المغاربي. ويقول المقال أعطى مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل مكانة مهمة للمجتمع المدني، إذ تم استحداث مرصد وطني خاص به لتفعيل نشاطه، ورفعت العقبات أمام النشاط الجمعوي الذي سيمارس بمجرد التصريح. وأضاف المقال قال أن رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 ذكر مصطلح المجتمع المدني 6 مرات، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة، وهو ما يبرز الأهمية التي أوليت له، حيث ينتظر منه أن يلعب أدوارا محورية في ظل الجزائر الجديدة. إلى الصفحة الثالثة من يومية الجزائر نقرأ مقالا بعنوان بوكادوم في زيارة إلى مالي في ثانية، أقول في زيارة ثانية إلى مالي في أقل من شهر، حيث شرع وزير شؤون الخارجية صبري بوكادوم وفدا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح أمس في زيارة عمل إلى باماكو، سيجري خلالها سلسلة من المحادثات حول الوضع السائد في هذا البلد. الزيارة التي تعد ثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر تندرج في إطار العلاقات الأخوية وعلاقات الصداقة والتضامن التي تربط الجزائر ومالية.
جريدة المواطن اهتمت بقطاع الإعلام وكتبت: بالحمر يقدم تعليماته لمدراء الصحف بخصوص مشروع تعديل الدستور. حيث شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر خلال اجتماعه مع مدراء الجرائد العمومية على ضرورة الشرح الموسع للمحاور الرئيسية لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر المقبل، مع التركيز على ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئات المعنية على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعية البصرية كل حسب مهامه، مؤكدا أن دور وزارته يقتصر على توفير الجانب اللوجستيكي وفسح المجال أمام كل وسائل الإعلام لإدارة النقاش الإعلامي عبر فضاءات ومنابر إعلامية متخصصة. وزارة الصناعة تطلق أرضية رقمية للتسجيل الإلكتروني لمصنعي السيارات ووكلاء بيعها. حيث أطلقت وزارة الصناعة أرضية رقمية للتسجيل الإلكتروني لمصنعي السيارات ووكلاء تطبيق الترتيبات المسيرة لنشاطات صناعة السيارات ووكلاء بيع السيارات الجديدة المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية الصادرة في 19 أوت الفارط. وبالمناسبة تدعو الوزارة المتعاملين المهتمين بالتقدم بعد الحصول على موعد إلى مقر الوزارة للشروع في التسجيلات. إلى الصحف الدولية الآن، والبداية من صحيفة القدس العربية التي عنونت: وزير الصحة البريطاني يقول وصلنا إلى نقطة حاسمة في مواجهة كورونا. حيث أكد وزير الصحة البريطاني أن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها للفيروس، محذرا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية إذا لم يتقيد الناس بالإجراءات الوقائية، خاصة في ظل التزايد الحاد لحالات العدوى كوفيد 19 خلال الأسابيع الأخيرة واقترابها من عتبة 4000 إصابة يوميا. حول أخبار كورونا دائما، نقرأ مقالا آخر من جريدة الرأي الأردنية بعنوان: أكثر من 31 مليون إصابة عالميا، ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أفادت آخر الإحصاءات رصد أكثر من 31 مليون إصابة عالميا، ربعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من 950 ألف حالة وفاة، في حين تعافى قرابة 21 مليون شخص. وأشار المقال إلى أن فرنسا، إيطاليا وبولندا من الدول الغربية التي سجلت ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بكورونا. أما بالنسبة للدول العربية فقد عرفت سوريا، تونس والبحرين تفشي واسع للفيروس خلال الأيام الأخيرة. تحرير التجارة والاستثمار سر تعافي الاقتصاد العالمي، عنوان مقال نشرته جريدة العرب، نختم به أخبارنا الدولية. ويقول المقال: تراهن الصين على تحرير التجارة العالمية وزيادة الاستثمارات لتسريع تعافي الاقتصاد العالمي، حيث يؤكد قادة اقتصاديون أن ذلك ضروري لاستعادة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وضمان تعددية حقيقية تضمن الأمن الاقتصادي بعيدا عن القمع والعقوبات لتنشيط الاقتصاد العالمي. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. فقرات برنامج هذا الصباح متواصلة مع زميلتي فايزة، وهو كذلك مجد. أشكرك جزيلا، واللقاء يتجدد في مواعيدنا أو في أيامنا اللاحقة. شكرا لك. العفو. إذن نواصل معكم فقرات هذا البرنامج بعد هذا الفاصل. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته.
الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. إذن مشاهدينا نجدد بكم الترحاب ونذكر دائما بأن فيروس كورونا ما يزال موجودا، والحيطة والحذر يجب أن تكون من ضمن يومياتنا، من ضمن ثقافتنا أيضا لتفادي انتقال هذا الفيروس. تحدثنا عن السلام في اليوم العالمي للسلام، والسلام لن يتأتى إلا بحماية كل شرائح المجتمع، خاصة الشرائح الهشة من المجتمع. نتحدث عن ظاهرة اختفاء الأطفال والقصور بعد الفاصل. اختفاء الأطفال والقُصّر من الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري، من الظواهر التي تشهد وللأسف تناميا ملحوظا. الأسباب، الحلول والإجراءات، أيضا إجراءات التصدي لها، مع ضيفي السيد حكيم طالب مدير حماية الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. أهلا بك سيد طالب. شكرا على الدعوة والاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. وقبل أن أفتح معك مجال النقاش، تنضم إلينا على المباشر الزميلة سهيلة دغموم في حديثنا عن إحياء اليوم العالمي للسلام. معنا الزميلة سهيلة دغموم من الجزائر الوسطى، حيث فعالية لإحياء هذه المناسبة، لإحياء هذا اليوم، احتفالية بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وشخصيات وطنية تضامنا مع الشعبين الفلسطينيين ومع الشعبين الفلسطيني والصحراوي. سهيلة صباح الخير. صباح الخير فيزا. سهيلة، إذا حدثينا عن تفاصيل هذه الاحتفائية. وهو كذلك فيزا، كما تشاهدون تتواصل التحاق الوفود الدبلوماسية المشاركة في إحياء هذا اليوم العالمي. إذن هو الاحتفال باليوم العالمي للسلم، كما جاء في جمعية الأمم المتحدة لتعزيز المثل العليا للسلم والسلام في العالم وحقوق الشعوب في العيش بسلام. على غرار كل هذه الدول، تحيي الجزائر هذه الاحتفالية، وهي على دراية تامة بأهمية هذه الكلمة وكل ما تحمله من معاني، كيف لا، والجزائر دائما سباقة في تعزيز الحلول السلمية والدبلوماسية على النزاعات العسكرية في شتى النزاعات في العالم. وللحديث عن هذه التظاهرة التي يشارك فيها مختلف الوفود الدبلوماسية إضافة إلى شخصيات وطنية، يحضر معي رئيس اللجنة الوطنية للشعب الصحراوي، مساندة الشعب الصحراوي السيد سعيد ياشي. تل معنا سيد عن احتفال الجزائر بهذه المناسبة. هذه كل الجزائر اليوم يوم العالمي للسلم، ونعلم أن بعد مجازر الحرب العالمية الأولى اللي انتجت ب 34 مليون من الضحايا، والحرب العالمية الثانية اللي كذلك حصلت على 50 مليون من الضحايا، العظماء في هذا الكون قرروا باللي لازم يسعوا باش يكون السلم والسلام يعني متهيمنين في العالم. ولذلك فانشأوا بنود عديدة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنهم الإعلان على اليوم العالمي للسلم. للسلم هو لطموح الشعوب، و يعني لإنهاء كل الحروب اللي تكون هنا وهناك. مع الأسف هذا السلم اللي هو من مبادرة قوية وبمحافظة الأمم المتحدة، نشاهد خروقاته عبر العالم ضد الضعفاء وضد حقوق الشعوب، من هذه الشعوب اللي مهضومة حقوقهم بإرادة الأقوياء، في الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. إذن يعني هذه الوقفة التضامنية خصصتها لمساندة الصحراوي الفلسطينية. طبعا الجزائر يعني وقوف تضامني واضح وعادل مع القانون الدولي، يعطي لهاتين الشعبين كل الحقوق لضد الاحتلال الغربية الفلسطينية وحتى
المنتحلة الغربية من طرف المملكة المغربية. نعم سهيلة، أظن أنه الرسالة قد وصلت، حتى أنه يتعذر علينا الآن مواصلة الاستماع لتدخل ضيفك الكريم. الرسالة وصلت، أشكرك جزيلا سهيلة دغموم، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم. على كل مزيد من التفاصيل حول هذه الفعالية، حول اليوم العالمي للسلام، أكيد في التقرير، في تقرير هذه التغطية الذي يأتيكم عبر نشراتنا في على الإخبارية طبعا للتلفزيون الجزائري. أعود لأجدد الترحاب بضيفي السيد حكيم طالب، مدير حماية الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. إذن سيد طالب، تحدثنا عن السلام، وأبدأ معك عن الحديث عن السلام أيضا، الطفولة في السلام وعلاقة هذه الشريحة، علاقة توفير الأمن والسلام لهذه الشريحة مهما كانت الظروف. شكرا. نغتنم من جهتنا هذا اليوم وهذه المناسبة، باش نتمنى باسم السيدة شرفي مريم المفوضة الوطنية كل السلم والسلام والأمن لأطفالنا وأبنائنا في الجزائر. نعم، إذن سيد حكيم طالب، نروح معك مباشرة إلى صلب الموضوع، ظاهرة اختفاء الأطفال والقُصّر. تابعنا مؤخرا عدة قضايا من هذا النوع، اختفاء أطفال في مختلف ولايات الوطن، كيف نفسر هذه الظاهرة اليوم؟ أولا مليح أن نتكلم على المصطلحات، نفسر بعض النقاط. مهم جدا أن اليوم المواطن والمشاهد المختص الصحفي الطبيب المحامي نفرقوا عندما يتعلق الأمر باختطاف أو اختفاء فيه فرق كبير أو إبعاد الأطفال من العائلة نتاعهم. اليوم القانون، قانون العقوبات وقانون حماية الطفل في الجزائر، فيه مصطلحات يعني قانونية عندها تفسير ودلالة قانونية. نتكلم عن اختطاف في مدلوله القانوني واضح، هو إبعاد طفل بعنف أو بدون عنف عن المحيط نتاعو، عن الأسرة نتاعو لأسباب مختلفة، حتى بدون إرادته. بدون إرادة الطفل، أكيد الطفل هو كما عرفته أحكام قانون حماية الطفل، قانون 15-12، أنه هو اللي لم يبلغ السن 18 سنة. اليوم نشاهد وقوع بعض القضايا تعد على أصابع اليد ولا يمكن وصفها. بأولا اختطاف وليست ظاهرة، مهم جدا، لأن اختفاء طفل لسبب في ظروف معينة لا يمكن أن يوصف باختطاف. تجربتنا في الجزائر وفي خدمة الطفولة على مستوى المصالح اللي جزنا فيها كخبراء في هذا المجال، في مجال حماية الطفولة على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كل تجربة الشركاء نتاعنا بيّنت لنا أن موضوع اختطاف الأطفال في الجزائر في الحقيقة، قضايا اختطاف الأطفال لا يمكن أن تتجاوز 10 أو 12 قضية من 2000 إلى غاية 2016، معناه أكثر من 16 سنة لم تشهد الجزائر مثل هذه، ليست ظاهرة. عرفنا بعض قضايا تتعلق باختفاء الأطفال لظروف يعرفها الجميع، ندرسها حالة بحالة. صحيح، شهدنا وتسجلنا مثلا في فترات الامتحانات، فترات نهاية الموسم الدراسي، هناك أطفال يخافوا من النتائج الدراسية، يتحصلوا على معدلات ناقصة من دون 10، فيه أسلوب نوع من الخوف والترهيب على مستوى الأسرة، يخاف من الأب، يخاف من الأم أنه ربما يتعرض إلى ضغوطات، أو ربما سمع كلام داخل العائلة أنك لكن ما تحصلت على علامة مليحة أنك سوف لن تقضي مثلا عطلة مليحة، أو تتعرض إلى تحرم من بعض الحقوق. في هذه الحالات سجلنا غياب، هنا يختفي الأطفال وهي في الحقيقة غياب الأطفال عن أسرهم، يتوجهون إما إلى أسر أقاربهم، إلى الجدة، إلى الأخوال في مدن مجاورة، أو في بعض الأحيان إلى ينتقلون إلى ولايات أخرى. نعم، تمر يوم 24 ساعة 48 ساعة
حقيقة أن الأولياء يتقلقوا، المحيط، المواطنين، قناة، الصحفيين يهتموا بالموضوع. هذا أمر. الأجهزة الأمنية تتحرك. الأجهزة الأمنية تتحرك، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتحرك، لأن وضعنا آليات منذ 2015 للتبليغ عن مثل هذه الحالات، سوف نتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد. قبل ذلك نتابعوا حالة، عندنا حالة في الروبورتاج. نعم، ما في مشكلة. نتابعوا هذا الموضوع حول حالة هذه الحالة، نتابع ثم نواصل. لم نعد نهنأ براحة البال كلما تواجد أبناؤنا خارج جدران المنزل أو المدرسة دون عين ترعاهم. لن يعد بإمكان أطفالنا أن يعيشوا طفولتهم كما عشناها نحن وعاشها أباؤنا. أصبحت اليوم مدننا تهتز على وقع حالات اختطاف أطفال أبرياء، وتهتز معها قلوبنا فزعا وتضامنا في آن. مصالح الأمن تتحرك للبحث وتسابق الزمن أفراد العائلة والأحباب والجيران بحثا عن الطفل المختطف، ولا تطمئن النفوس إلا عند عودته إلى حضن والديه سالما. تتعدد أسباب الاختطاف بين المادية والنفسية والأزمات العائلية، ومع انتشار الظاهرة آليات قانونية وضعت للحد منها، بداية من معالجة الأسباب إلى أجهزة البحث والإنذار بالتدخل في حالة وقوع الاختطاف. ظاهرة أخذت أبعاداً خطيرة، وبات لزاماً الوقوف على أسبابها وعوامل انتشارها وإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد نهائي لها. إذن نشكر جزيلا الزميل إبراهيم سبعون على هذه الورقة في هذا الموضوع حول ظاهرة اختفاء أو اختطاف الأطفال. إذن كل حالة تدرس على حداثي الطالب. نعم. وكل مصطلح عنده مدلول القانوني بين اختفاء، بين اختطاف أيضا وإبعاد. نعم. طبعا مهم جدا. بدون رغبة الطفل. نعم مهم جدا. الاختطاف كما سبق الإشارة إليه، الاختطاف فعل مجرم قانونا في قانون العقوبات الجزائري وقانون حماية الطفل، يعني لا شك ولا أي لبس عليه، عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام ولو لم يتم تنفيذه، ولكن ينطق بحكم الإعدام في الجزائر عندما يتبع فعل الاختطاف بقتل مثلا الطفل أو التنكيل بجثته. اليوم حالات اللي نسجلوها في الجزائر كلها في السنوات اللي مرت علينا بحكم تجربتنا ودراستنا لملفتها على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وعلى اتصالنا اليوم المباشر مع مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني وللدرك الوطني ومصالح العدالة، أثبتت وأكدت أنه يتعلق الأمر بأسباب اجتماعية أخلاقية أسرية تدفع بالطفل خوفا من أبيه أو أمه أو لأسباب. في بعض الأحيان هناك أثبت التحريات أن مثلا الطفل أو الطفلة على علاقة غرامية مع صديق أو صديقة أو زميلة مثلا في المدرسة، يكتشف أمره يخلق ذلك السيناريو للفرار من البيت العائلي خوفا من ربما بعض التصرفات اللي نعرفوها. ولكن في الحقيقة عودة الأطفال إلى أهلهم بعد تحريات لمصالح الدرك الوطني والأمن الوطني وكذا تدخل الهيئة الوطنية تلقائيا على مستوى الميدان عبر قضاة الأحداث ومصالح الوسط المفتوح والتحريات، تثبت دائما أن الوضع هو وضع اجتماعي أسري يمكن دراسته اليوم، يمكن التحدث عنه، يمكن معالجته اليوم. وضعت الإصبع على الجرح. نعم. هو أنه فعلا نمكن هذه الشريحة، هؤلاء الأطفال، من وضع اجتماعي ملائم، سواء كان فيما يتعلق بمخاطبة هؤلاء الأطفال داخل الأسرة أيضا. نعم. هناك أطفال معنفين، هناك من. نعم. يتعرضون للاستغلال، هناك من يجبرون على العمل أيضا. كيف نحل كل هذه المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى استفحال
هذه الظاهرة؟ المهم والأساسي حقيقة كاين نصوص قانونية من ناحية القانونية فيه ردع في عقوبات فيه، ولكن اليوم لازم فيه دور وقائي كبير، لازم يظهر يرافق هذا الجانب الردع حتى في النصوص القانونية. يمكن اليوم نتكلم على إجراء تعديلات أو إضافات أو تأكيدات على مستوى قانون العقوبات أو قانون حماية الطفل، هذا أمر يعني مقبول ومدروس، ويعني الجميع يتفق على هذه النقاط. كيف ذلك؟ أن نرافق هذه الإجراءات بإجراءات وقائية حمائية إضافية للطفل داخل الأسرة، أولا عن طريق أولا أسلوب الحوار، لأن اليوم العائلات الجزائرية إذا كان ابتعدنا على أسلوب الحوار لازم يكون الجواب يقين عند الأولياء أن الطفل أو الطفلة إذا كان ما كسبناش ثقتها اليوم ما نقدرش نوصل إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية لتفادي وقوع الطفل في فعل أولا الاختطاف أو هو بنسبة قليلة، ولكن هناك إبعاد نصل إليه عن طريق دخول الطفل في علاقات مع أشخاص غرباء، إما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيه تحريض كبير للقصر عن فساد الأخلاق، عن الابتعاد عن المساكن. وهذا كيف؟ بفضل مجهودات أولا مصالح الأمن، اليوم مصالح المختصة في الجريمة الإلكترونية للشرطة القضائية وللدرك الوطني وتدخل الهيئة الوطنية تلقائيا في عدة حالات مثل هذه القضايا بالتنسيق مع هذه المصالح المختصة لسمحتنا بتفكيك لغز عدة قضايا من هذا القبيل. وهنا يبرز الدور الجمعوي، دور الهيئة على وجه الخصوص في أنه تخلي فعلا هذه العائلة تخلينا لا نصل إلى تلك النتيجة أن الطفل يخرج من البيت أو يتعرض إلى أخطار خارج البيت، أنه تخلينا نوصل له قبل ما يخرج من البيت. احنا وعلاش اليوم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة منذ إنشائها في 15 جويلية 2015 بموجب قانون حماية الطفل سعينا وعملنا أولا على وضع الميكانيزمات والآليات القانونية لحماية وترقية الطفولة، محور كبير يتعلق بالحماية ومحور يتعلق بالترقية. الحماية تتكون أساسا أو تتلخص في محورين أساسين، هو الحماية الاجتماعية والحماية القضائية، أتى بها قانون حماية الطفل. اليوم في عمل كبير وفيه نتائج إيجابية تحققت في الميدان، ولكن نقدر نقول ممكن تعزيز ما أتى به هذا القانون. الحماية الاجتماعية كانت على مستوى الوطن تتجسد في شخص المفوض الوطني الذي يتلقى إخطارات من المجتمع بكافة شرائحه، من أطباء، من محامين، من صحفيين، من المجتمع المدني، من أولياء ومن أطفال، يخطرون ويبلغون الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر الرقم الأخضر 11 بوقوع انتهاكات لحقوق الطفل. بكل أنواعها. هؤلاء الأطراف أشكال العنف بكل أنواعها. هؤلاء الأطراف سواء كانوا أطفال أو عائلاتهم حتى أو جيران أو من يلاحظ هذا أنه يسهل عليهم الاتصال بهيئة لحماية الطفولة مقارنة بالاتصال بالأجهزة الأمنية مثلا. وهنا نبرز أيضا الدور الجمعي ودور المجتمع المدني ليعزز ويرافق هذه الأرقام اللي وضعتها مصالح الأمن. الرقم الأخضر مهم جدا 11-11، لكن قلنا لو لم ينخرط من وجوب الجميع خاصة المجتمع المدني الانخراط في هذه في هذا المسعى المهم في حماية وترقية الطفولة، لأنه إيماننا برسالة دور المجتمع المدني في حماية الطفولة وترقيته، قمنا على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحت رئاسة السيدة شرفي بوضع برنامج تكوين مكثف لفعاليات المجتمع المدني، بدأناه من سنة 2017 والبرنامج متواصل. اليوم عندنا شبكة مجتمع مدني لتعزيز حقوق الطفل في الجزائر تتكون من أكثر من 130 جمعية وطنية وجمعية ولائية. أحسن مثال الجمعيات اللي رافقوا هذه القضايا اللي سجلناها خلال هذا الأسبوع كلهم جمعيات استفادت من دورات تكوين على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لأكثر من 3 مرات مع خبراء وطنيين وخبراء أجانب بناء على اتفاقيات برمتها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي واليونيسف. اليوم وش نحب نقول؟ أنه دور المجتمع المدني لم يعد يكون فقط كمراقب عن بعد، ولكن انضم وانخرط في عملية التحسيس أولا، ثانيا
بمعرفة الترسنة القانونية الدولية والوطنية مهم جدا طبعا. عن الترسنة القانونية وفي إطار تدعيم ودعم هذه الترسنة القانونية بإجراءات حمائية يعني إلى أقصى الحدود إن صح التعبير، نتحدث الآن عن مشروع تعديل الدستور، هذا المشروع الذي جاء لحماية كل فئات المجتمع، الذي أيضا تضمن في بند الحريات العامة حماية الطفولة، أيضا تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الإطار، وأنتم كهيئة فاعلة طبعا شاركتم في مقترحات تعديل الدستور في هذا الجانب، هل لك أن تحدثنا عن هذه التعديلات المقترحات الخاصة في هذا التعديل بحماية وترقية الطفولة؟ أكيد أكيد. النقطة قبل التطرق إلى هذه النقطة فقط، أنه هناك مخطط وطني للإنذار لحماية الأطفال من الاختطاف، تكلمت عليك على هامش هذه الحصة، مهم جدا. هذا المخطط جاء بناء على المادة 47 من قانون حماية الطفل، اللي نصت أنه بإمكانية وكيل الجمهورية أو النيابة على الذهاب إلى مصالح كل وسائل الإعلام لدعم التحريات القضائية. هذا المخطط يسمح لمصالح الأمن أن تكثف من تحريتها، ويلتمس من المواطنين بتقديم كل المعلومات والدعم للمحققين من أجل كشف الملابسات إن كان يتعلق باختطاف أو بالابتعاد عن الأسرة، لأنه مهم جدا في هذا أنه يكون شروطه أنه تكون الواقعة واقعة اختطاف وليس اختفاء لا لبس فيها، أن لا يعرقل الإعلان عن المخطط، أن لا يعرقل مجريات التحقيق القضائي، والنقطة الثالثة مهمة جدا أن لا يمس الإعلان عن هذا المخطط بالحياة الشخصية أو السلامة البدنية للطفل. نعود إلى سؤالك فيما يتعلق بمشروع تعديل الدستور، أكيد أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ككافة المؤسسات تلقينا هذا النسخة من المشروع ودرسناه، وإحنا من جهتنا قدمنا اقتراحات لازمة من حيث الشكل والموضوع، وبودي أن أؤكد أنه في مشروع الدستور فيه أمر مهم جدا، فيه تأكيد في المادة 71 والمادة 72، فيه يعني تأكيد التزام الدولة الجزائرية أولا بحماية الأسرة والطفل، يعني هذا مبدأ مكرس وتم تأكيده المرة هذه، وكذلك حماية الدولة لكل حقوق الطفل في الجزائر من التربية والصحة كنقطة ثانية. وفي المادة 72 من مشروع الدستور تكلمت عن تأكيد التزام الدولة بحماية الفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان لهم كل الحماية والحقوق. شكرا جزيلا لك سيد حكيم طالب. نؤكد هذا المساء. نعم سيد حكيم طالب، هي مجهودات معتبرة، أشكرك جزيلا. أنتم مدير حماية الطفولة بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، شكرا على هذه الإفاضة وعلى كل هذه المعلومات. الشكر لكم ولكل الفريق العامل بالهيئة الوطنية تحت إشراف السيدة شوفي. نعم، إذا مشاهدينا الآن نتحدث عن التكنولوجيا، آخر التقنيات التكنولوجيا في هذا التقرير للزميلة ياسينيا حسيني. لنتعرف على بعض الأدوات التي ستجعل حياتك أسهل. بسبب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، لغة الإيموجي اجتاحت العالم، ما جعل إحدى الشركات تصمم جهازاً يعرض أشكال الإيموجي بشكل متحرك على زجاج السيارة الخلفي. كل ما عليك فعله هو وضع الجهاز بجانب السيارة ووصله بالهاتف عن طريق البلوتوث، ثم اختر الشكل الذي تريد أن يظهر على زجاج السيارة. كما يمكنك الاستغناء عن لمس الهاتف، فالأوامر الصوتية كافية لتفعيله. نجد أيضاً مجموعة غسيل السيارات المحمولة الكاملة بخرطومها الخاص، بندقية الرش ومضخة المياه الكهربائية، لها القدرة على تغذية المياه من قارورة ماء مقلوبة فقط، فهي صديقة للبيئة ومحافظة للموارد المائية. ولمحبي الطبيعة والتخييم، هذا المنتج هو ما تحتاجه، منزل متنقل تستطيع تجهيزه خلال دقيقة واحدة بمكان يكفي 3 أشخاص، يتميز بوزنه الخفيف وتناسبه مع مختلف السيارات، مصنوع من مادة مضادة للمياه، وبه جزء شفاف في الأعلى لتستمتع بالمناظر الطبيعية الليلية.
هيكله الخارجي قوي للغاية ويحتوي على نظام القفل بالمفتاح لضمان السلامة. ذهبت في عطلة واحتجت لشيء يحفظ لك المواد الغذائية من التلف، هذا الصندوق الذكي هو الحل. مقسم إلى جزئين، لكل جزء أزرار تحكم خاصة بدرجة الحرارة، إذ يمكن وضع الفاكهة في جزء واللحوم والأسماك في الجزء الثاني دون تأثير. لأن التقنيات الجديدة والابتكارات تسهل حياتنا وتغير عالمنا، فمن الضروري أن نحفز ونشجع المبتكرين، فما بالك إن كانوا من فئة الأطفال. المزيد مع ضيف الصباح بعد الفاصل. إذن براعم الجزائر يبدعون ويتألقون في المسابقات الدولية للابتكار، عبد السميع يونس، أسفر النزيم، محمد عطوي، أبطال مسابقة الروبوتيك العالمية بكوريا الجنوبية، أحرزوا على المرتبة الأولى بكل جدارة واستحقاق عن مشروع المزرعة الذكية. تفاصيل هذا المشروع ينضم إلينا أستاذ هؤلاء المبتكرون الصغار السيد رياض عزوز من ولاية سطيف، ومعه عبد السميع يونس. صباح الخير أستاذ عزوز. صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذن بداية أهنئ هؤلاء البراعم أطفال الجزائر على هذا النجاح، على إحراز هذه الجائزة الأولى بكوريا الجنوبية. حدثنا عن تفاصيل التتويج قبل أن نتحدث عن المشروع، مشروع المزرعة الذكية. الحمد لله، إحنا إن شاء الله فريق هذه نيجيت روبوت عندنا مسابقة كل عام تندار هذه المسابقة. المرة هذه إن شاء الله ندير مسابقة أونلاين بسبب وباء هذا كورونا واسم الكوفيد 19، وليت قررت كوريا انها تكون اونلاين يعني لايف. احنا قدمنا انه لبوات العلب للاطفال عبد السميع يونس وايضا ليكيب كامله تاعهم، وعندنا ثاني 12 10 ليكيب اخرين، مدينا لهم لبوات فوالا، ابدعوا داروا ابتكارات، داروا اختراعات جديده، الحمد لله يا ربي اكتشفنا فيها مواهب جديده، منهم اللي دي هذو ثلاثه الجروب اللي ربحت الماسيه، درت انا ابتكار تاع المزرعه الذكيه وعجبتهم حتى في كوريا، والحمد لله نالوا بها الجائزه الاولى عالميا، يعني الاولى انترناسيونال في السيستم الروبوتي. ما المميز في هذا الابتكار المزرعه الذكيه؟ احكي لنا على المشروع، خلينا حتى نسمعوا عبد السميع يحدثنا عن مشاركته في هذا المشروع. نعم، بالنسبه للمزرعه الذكيه هي عباره عن اكثر من 7 روبوتات يعني مربوطه مع بعضها متناسقه في بعضها. كل روبوت عنده هدف، كل روبوت يسهل على الانسان حياته، يسهل له امور كثيره يعني كل روبوت عنده هدف كبير انه يساهم في الحياه، تسهيل حياه الانسان بصفه عامه. عندنا بزاف لي روبوت اللي شاركوا بها، كاين 7 لي روبوت وهما اللي ابدعوا وابتكروا فيها. ياخذ يتفضل تفضل حكيمان. السلام عليكم. نعم عبد السميع، نحن في الاستماع، اذا اهنئك عبد السميع، حدثني عن هذا المشروع، كيف جاءت فكره المزرعه الذكيه؟ هي المش الفكرة تاع المشروع هذيك كنت مع زوج زملائي معايا المشروع، يعني بدلنا انتقلنا من قدام فكرة، نحبينا الفكرة اللي نقدروا نبدعوا فيها، نقدروا نديروا قدام اختراع فيها، فتنا لقينا بلي المزرعة الذكية هي اللي نقدروا نديروا قدام روبو فيها، كما قال الأستاذ من درنا أكثر من 8 روبوتات من آلات في هذه المزرعة، لكل آلة عندها دور، تنقسم إلى كوتي تاع الحيوانات. أنيموز الكوتي تاع الزراعة والري. في الكوتي تاع الحيوانات كاين 2 روبوتات، واحد روبو يتميز بصفة يتميز بميزة تاع الأوتوماتيك فيدر، يطعم حيوانات وحده، تسمى هو صندوق يحفظ الطعام باش ما يفزج، بعد كي يقدم الحيوان ليه يتحل وحده ويقوى. الروبو الثاني في الكوتي تاع الحيوانات هو تاع البيض، يلم البيض أوتوماتيكمون، تكن تابك في بوطون يتلم البيض وحده. ودرنا رجل آلي يعني عنده يد أرم، يقدر يهز صنادق في المزرعة يديهم الآن ستوكاج أوتوماتيك، ستوكاج هذا يتحل واحد ثاني كلش أوتوماتيك، يديتكتي العربة يتحل. درنا ثاني سيستم دالارم تاع الفو، أونكا يجي الفو ثاني يصوني ويشعل
الضوء الاحمر باللي كاين نار. درنا ثاني سيستم تاع الري اوتوماتيك، يروي اوتوماتيك، وانت تشعل باك يزقي كلش الارض تاعك المزرعه كل يزقى. ثاني درنا هذه تاع الري كونيكتيد بالتيه جور الماء، الماء هذا ماشي درنا له ديتكتور تاع الماء، كي ديتكتي النو يتحل وحده باش يتعمر النو ما تروحش في التبذير. والاخر يعني درنا ديتكتور تاع لا لوميير، كي يجي الليل ما يديتكتيش لا لوميير يشعل الاضواء تاع المزرعه كلش. هذا هو الايدي تاع المزرعه. نعم عبد السميع، باقي الفريق متواجد معكم الان على المباشر. نعم. خليهم ينضموا الينا للحديث حتى نشاهدوا زملائك. انتم فريق من ثلاثه اطفال، ثلاثه براعم مبتكرين الشباب، عبد السميع، يونس واصفران نزيم، وايضا محمد عطوي. انتم الثلاثه المبدعون الذين ابدعتم في هذا المجال، مجال الروبوتيك، الذكاء الاصطناعي. هو مجال جديد، مجال دقيق جدا. طيب حدثنا الآن عن هذه التجربة. معنا الآن على ما أظن محمد عطوي، حدثنا عن الصعوبات. نعم نعم، حدثنا عن الصعوبات. نزيم معنا، نزيم عفوا منك أسفيران نزيم، إذا أنت معنا الآن على المباشر. نزيم، حدثنا ربما عن الصعوبات التي واجهتموها لتجسيد هذا المشروع اللي كما أشرت هو مشروع دقيق جدا ويحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى إلمام بهذا المجال الدقيق، مجال الروبوتات. كنا في كل مرة نواجه صعوبات في البروغراماسيون في الشكل تاع الروبو، كنا نجتمعوا نتفاهموا كيف نحلوها وشويه وشويه حتى نلقاو لها حل وحتى مشات لها. نزيمة؟ نعم نزيمة. نحن في الاستماع واصل. لقينا مثلا مشاكل في البروغراماسيون، يعني لقينا فيها مشاكل بزاف، نجتمعوا في ثلاثة هكا نبداو نديروها بالعقل حتى نصلح لنا كله. طيب إذا العمل لم يكن سهل، كان فيه عدة تحديات. نعم كان واجهتنا بزاف صعوبات. نزيمة؟ نعم. طيب نزيمة، احكي لنا عن تجربة في حد ذاتها، عن الفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة أونلاين كما ذكرتم في كوريا الجنوبية، حيث كانت المشاركة واسعة النطاق من مختلف دول العالم، مبتكرون من مختلف الدول. احكي لنا عن أجواء هذه المسابقة حتى كيف فزتم بهذه المرتبة. كانت تجربة يعني مليحة جيدة، احنا قرينا لمدة 6 شهور، ومن بعد في الحجر الصحي هذا قالوا لنا كاين كومبيتيسيون مسابقه اونلاين، بعد قالوا لنا من واش تتكون كل شيء، بدينا تلاقينا بدينا شغل خممنا على واش نديروا ليدي، بعد بدينا نجسدوها في المزرعه هذيك والحمد لله فزنا. نعم نزيم، نروح لمحمد عطوي المتواجد معكم أيضا ونعطيه الكلمة. محمد، حدثنا عن تشكيل هذا الفريق، كيف اجتمعتم وكيف شكلتم هذا الفريق حتى أن الفوز كان ثلاثي، وكيف كان تكوينكم في هذا المجال؟ أنتم تدرسون هنا في الجزائر، المدرسة الجزائرية بولاية سطيف، كيف أبدعتم، كيف يعني مارستم ملكات الإبداع المتوفرة لديكم في مجال الروبوت؟ بسم الله، السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. هي اجتمعنا كنا اصدقاء حي في حي واحد، اجتمعنا وقمنا نديروا هذا الابتكار. نعم محمد. نعم. نحن في الاستماع محمد. السؤال كيف تكونتم، كيف كان تكوينتم واتقنتم وابدعتم وابتكرتم في مجال الروبوت، كيف اكتسبتم هذه المهارات في هذه السن المبكره؟ نعم، هي بدينا 16 مع زميلي، بدينا انه لقينا يعني امكانيات الاساتذه والمكان يعني وين نبداو نتعلم، يعني نتعلم البرمجه، نتعلم تصميم الروبوت الى اخره. طيب
طيب محمد، أنتم كبراعي مبدعون، أنتم الثلاثة أكيد أنتم قدوة لمن هم في سنكم على المثابرة والاجتهاد والابتكار أيضا لتبوؤ المراتب الأولى، ليس وطنيا فقط وإنما عالميا أيضا. رسالتكم لأقرانكم من الأطفال محمد؟ الرسالة هي أنه أي واحد عنده شغف للمجال وحب المعرفة إلى آخره، أنه يشارك، أنه يسجل في المدرسة، وأن المدرسة هذه لقيت أنه الوحيدة لقيت فيها الإمكانيات، لقيت فيها المكان، لقيت الأساتذة، يعني لقيت وين أنه عجبوني ودرت أنه نطور هذه الموهبة، ماشي خلاها يعني نتوسع فيها. وما هي طموحاتكم المستقبلية حتى أنه يمكن نعود لعبد السميع الآن يحدثنا عن الطموحات المستقبلية لهذا الفريق الشاب، هذا الفريق الفذ والمثابر أيضا؟ الطموحات المستقبلية لهذا الفريق، ستبقون فريق ستواصلون في مسار الإبداع والابتكار؟ إن شاء الله يا ماذا بينا تكون يعني دي كومبيتيسيون دي جروب، يعني دي بروجي لازم لهم دي جروب، انا نخدموا مع بعض يعني ميم الزملاء هذول، احنا في المدرسه كانت الاسلام القافيه كل زملاء نقدروا نخدموا مع بعض، انا مع الجروب هذا نخدم مع جروب اخر، يعني كلش انا الهدف تاع نفرحوا الجزائريين حقهم مزيد النجاح. نعم نعم عبد السميع يونس، أسفرة النزيم ومحمد عطوي، أنتم مبتكرون صغار سنا ولكن كبار بهذا الإبداع، نتمنى لكم كل التوفيق في مساركم الإعلامي، إن شاء الله مزيد من التفوق. أشكر أيضا الأستاذ رياض عزوز، كنتم معنا من ولاية سطيف، مزيد من التألق والنجاح لبراعم الجزائر الذين يبدعون ويتألقون دوما ويتبوؤون المصاف أو المراتب الأولى في المسابقات الدولية. إذن مباشرة فاصل الرياضة، إذن أنتقل إلى وليد لتقديم الصباح الرياضي. صباح الخير عبد العزيز بن سالم أعتذر، صباح الخير زميلي. صباح الخير فايزة، صباح الخير لك ولمشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في فقرة الرياضة والتي نستهلها بالندوة الصحفية التي عقدتها كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة السواكري، والتي قدمت من خلالها استراتيجية كتابة الدولة المتعلقة بالتكفل برياضي النخبة من كل النواحي. تفاصيل الندوة الصحفية في سياق تقرير وهبة بالحوة. لكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة منذ 3 أشهر من تنصيبها سليمة سواكري، قدمت الخطوط العريضة لاستراتيجية التكفل بالمستوى العالي من خلال عرض محاور القانون الأساسي الذي يحمي رياضيي النخبة وصفة إياه بالأحسن في العالم من حيث التكفل بالجوانب المادية التكوينية الاجتماعية والأخرى. القانون الأساسي للرياضي الجزائري من بين الأحسن في العالم، لأني أنا كنت رياضية ويعني احتكيت مع كثير من رياضيين عبر مختلف بلدان العالم، وصدقوني بالله ما عندهمش يعني لا بريزون شارج اللي يتحصل عليها رياضي النخبة في الجزائر. سليمة سواكري شرحت الامتيازات التي يقدمها المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أوت 2015 والذي يحدد الرواتب والمنح التي يستفيد منها الرياضي عند تحقيقه لميدالية أولمبية أو لقب عالمي أو إفريقي أو عربي. بغض النظر على لابخيم دو ريزولتا، يعني المنحة اللي يتلقاها لما يخرج بطل إفريقي أو ميدالية في الألعاب الأولمبية أو ميدالية في بطولة العالم، راح تكون عنده منحة 300 مليون سنتيم حتى 60 مليون سنتيم. دونك هذه هي، دونك 300 مليون سنتيم للميداليات العالمية والبطولات الإفريقية 60 مليون سنتيم.
التكوين يجد نصيبه في هذا القانون الذي يفتح الأبواب للرياضيين في المستوى الثالث ثانوي بالالتحاق بالمعاهد الرياضية مباشرة، ويتكفل بالرياضيين في الجانب الدراسي أيضا بالعمل على التوفيق بين الدراسة والرياضة. المتابعة الطبية تحظى باهتمام كبير مع تأمين الرياضيين والتكفل بالمواهب الشابة من جميع النواحي لأنها مستقبل الرياضة الجزائرية. احنا نتقيو المواهب الشابة اللي ديجا خرجوا وحدهم، خرجوا عبر مختلف المنافسات القارية للأشبال والأواسط، فهذوما الأشبال والأواسط لازم ناخذوهم بعين الاعتبار وكونستيتيوي ان جروب. أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لجميع الرياضيين حتى يتحقق التواصل بين المسؤولين ورياضيي المستوى العالي. كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة تحدثت خلال هذه الندوة الصحفية عن قضية الملاكم شعيب بلودينات الذي قرر الاعتزال قبل أيام قبل أن يتدارك ويتراجع عن قراره. قالت سواكري بشأن هذا الملاكم: بلودينات شعيب اللي سبق وتحصل على تأشيرة التأهيل، والحمد لله ويقول الآن أنه كانت في لحظة ممكن غضب، وأنا ما نقدرش نتصور أنه رياضي متأهل الألعاب الأولمبية ما يروح. هو يتكلم على منصب شغل، هو يحب منصب شغل، لأنه أنا في الأول عن بالي كان يتكلم على سكن، فلما يعني تقربت من المصالح المحلية عرفت باللي منذ 4 أشهر تحصل الحمد لله على سكن اجتماعي، وهذا شيء يفرح الحمد لله، باش تشوفوا باللي الدولة الجزائرية ما راهيش تخلي الرياضيين تاعها. قال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة رابح بوعريفي في حوار خص به التلفزيون الجزائري أنه تم الاتفاق على تاريخ 20 نوفمبر المقبل كموعد لانطلاق البطولة، على أن يتم نشر برنامج المباريات في وقت لاحق. أما عن البطولة الوطنية، أنتم عارفين كما قال الرياضات كل شيء متوقف، وإن شاء الله عندما يعطيونا الضوء الأخضر باش ننطلقوا. احنا رانا قررنا باش البطوله ان شاء الله تنطلق في تقريبا 20 نوفمبر، لو اعطونا الضوء الاخضر في الاسابيع هذه اللي جايه، والا ممكن راحين نعطلوا كذلك الدوره. تواصل عناصر المنتخب الوطني للملاحه الشرعيه تحضيراتها ببرج البحر وسط اجواء مفعمه بالتفاؤل والاصرار على دخول المنافسات الاقليميه والدوليه بقوه، مثل ما يقول وليد فرحاني في هذا التقرير. يواصل المنتخب الوطني للألواح الشراعية تحضيراته بالمدرسة الوطنية للرياضة المائية وتحت المائية ببرج البحري. العناصر الوطنية بدت على أهبة الاستعداد وسط أجواء مفعمة بالحيوية والتركيز على تحقيق الهدف المنشود رغم المرحلة الصعبة التي مروا بها بسبب كوفيد-19، لكن ذلك لن ينقص من عزيمتهم لتشريف الراية الوطنية، مثل ما يقول مدرب الفريق الوطني لصنف الذكور للألواح الشراعية جوجيل عبد المالك. الهدف تاعنا ان شاء الله نشرفوا البلاد، ان شاء الله نمدوا احسن تنظيم، ونديروا في التحضيرات البدنيه في الماء مع ليزالتات، وداروا كاع البروتوكول تاعهم تاع السانيتا تاع بور الكوفيد 19، درنا التيست بي سي ار في السودانيه، والحمد لله المعنويات تاع اللاعبين راهم مرتفعه لا باس بها. كما اكد رئيس الاتحاد الجزائري للملاحه الشراعيه جلال حسام ان الفيدراليه وفرت كل الظروف الملائمه لوضع كافه الامكانيات تحت تصرف عناصر المنتخب الوطني. ما يخفاكمش باللي توت فيدراسيون عندها دي ديريكسيون، عندها دي زونترينور ناسيونو بيان سور لي زاتليت. الوغ كي يكونوا عندك هكذايا ان ليو باراي وين الناس تخدم دون لا سيرينيتي، ومنها صاد لي زونترينور تاعنا ولي ديريكسيون
بور فال لو كونتوني تاعهم باش يتلاقاو ويديروا لي ريونيون تاعهم لي بريفينغ لي ديبريفينغ ميم لي زاتليت ومنا عندهم ان اسباس اميناجي ليهم كوم فو لافي كونستاتي ومنا بور سو كونيكتي باش يشوفوا لي فيديو تاعهم ومنا تو سا ومنا سي ان اوتي بيداغوجيك ومنا كي نوزاد بوكو في خدمتنا. أما الرياضي حمزة بوراس الذي ضمن المشاركة في أولمبياد طوكيو القادم عبر عن سعادته بظروف التحضير متمنيا تحقيق الأهداف المسطرة والذهاب إلى أبعد محطة في الاستحقاق العالمي. هذه فرحة ثانية باسكو كل حلم حلم رياضي هو التأهل الألعاب الأولمبية والحمد لله يعني كنت أنا هو الأول اللي يعني التاريخ تاع رياضة اللوحة الشريعية الحمد لله أنا اللي كنت متأهل الأول وأنا المرة الثانية نتأهل. ان شاء الله نعمل ريو الكلاسمون تاعي على 2016 ان شاء الله في ريو ان شاء الله ندير نتيجه منيحه لهذا طوكيو ان شاء الله واللي ما لا الميداليه ان شاء الله. الرغبه واضحه والغايه مجتمعه، اما الحلم يكمن في رفع العلم الجزائري في سماء طوكيو. إن شاء الله وليد. وفي كرة القدم شرعت أنديتها الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تحضيراتها استعدادا للموسم